هل أنت الآن مستعد؟ الآن وأنت تسمعني أريدك أن تسبح في ذكريات ماذا قدمت وماذا أخرت. هل الوالدان قد رضي عنك؟ أين أنت من والديك؟ أين أنت من أرحامك؟ هل كل أموالك حلال؟ هل تبت مما أكلت من حرام؟ هل أرجعت إلى الناس مظالمهم؟ هل تحللت؟ كم رجل اغتبته؟ كم رجل تكلمت بعرضه؟ كم إنسان ظلمته؟ يا عبد الله هل استعديت؟ هل أنت جاهز الآن؟ استعد الليلة يا عبد الله، قل لنفسك دوما ربما هذه الليلة هي الأخيرة في حياتي. كل يوم قل لنفسك هذا الكلام، ربما هي الليلة الأخيرة. أترى الأموات في القبور ماذا يتمنون لو رجعوا إلى الدنيا؟ هل يتمنون الجلوس أمام التلفاز أو متابعة المباريات أو قراءة الجرائد أو تقليب المجلات أو الجلوس في المقاهي والاستراحات؟ لا وربي، يتمنون لو خرجوا من القبور ألا ترفع رؤوسهم عن سجدة يسجدونها لله، وألا تقف أعينهم عن بكاء من خشية الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سمعت بأبي بكر ابن فورك، هذا الرجل العابد، رجل عابد، رجل صالح، بكى قبل الموت، بكى، فقالوا له تخاف؟ أنت تخاف من الموت؟ قال تظنني أخاف من الموت؟ تظنني أنا أخاف من الموت؟ قال والله لا أخاف من الموت، لكنني أخاف مما بعد الموت. تعرف ماذا بعد الموت؟ إذا مت الآن بعد لحظات ترى مقعدك من الجنة ومقعدك من النار، المقعدين كل إنسان، له مكان في الجنة ومكان في النار. إن كان صالحا يستبدل بمكانه بالنار مكان بالجنة، وإن كان فاجرا فضد هذا يستبدل بمكان في النار. هكذا تراه ولو بعد لحظات. شفت القبور الآن؟ هذه القبور يا عبد الله إما رياض من رياض الجنة، وإما حفر من حفر النيران. ما مصيبتنا؟ ننظر إلى من حولنا. إذا قلت له يا فلان اتق الله يقول لك يا شيخ الحمد لله، أنا على الأقل ما أزني، غير يزني. أنا ما أشرب الخمر، غير يشرب الخمر. أنا ما أكل الربا، غير يأكل الربا. وإذا جئت إلى المرابي شارب الخمر قال لك أنا الحمد لله أنا ألفظ الشهادتين، أنا مسلم. على الأقل هذه ذنوب، وإن دخلت النار سوف أخرج منها إلى الجنة. أرأيت؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.